There are reasons why we have laws against torture. هناك سبب لوجود قوانين واتفاقيات دولية تتعلق بالتعذيب، ويجب احترام هذه الآليات لحماية المواطنين بمن فيهم جنودنا في الأسرى. وعندما نخرق بعض القواعد فمن الطبيعي أن نتوقع أن يؤثر ذلك على الآخرين، وربما سيحثهم على التصرف على نحو مماثل. لذلك يجب أن نكون قدوة نحن الدولة الديمقراطية، وأن نعالج قضايانا على أساس احترام الآخر.